قتل ما لا يقل عن 22 شخصا في بنغلاديش، كما أصيب 100 آخرون في اشتباكات عنيفة جرت في العاصمة داكا بين قوات الأمن ومئات الآلاف من المتظاهرين الإسلاميين هذا الاثنين. المتظاهرون يطالبون بقانون جديد يجرم الكفر في البلاد وباعتقال المدونين الملحدين الذين يهينون الإسلام وبإنزال عقوبة الإعدام بكل من يسيء إليه. قوات الأمن استخدمت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع ورصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين الغاضبين الذين احتلوا حيا تجاريا مهما وسط العاصمة وأحرقوا مركزا للشرطة ومحلات تجارية. وتوتر الوضع في البلد الفقير الواقع جنوب شرق آسيا خلال الأشهر المنصرمة عقب إقامة الدعاوي بحق عدد من قادة حزب جماعة الإسلام، وهو أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد.